فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين. حكمة الشرع من مجانبة الكفار ومجانبة أصحاب الجحيم أن يترفع المسلمون عن تقليد الكفار والتشبه بهم حتى يتميزوا بدينهم، ولئلا يسري شيء من الدين الباطل إلى دين الحق. فإذا تجنبنا أعيادهم وتجنبنا التشبه بهم فإن ديننا يسلم من أن يتسرب إليه شيء من عاداتهم وأعيادهم وما يفعلونه من الشرك والكفر والبدع. فهذا فيه حماية لهذا الدين، تجنب التشبه بالكفار في أعيادهم في حماية لهذا الدين، ووقاية للمسلمين من أن يفعلوا مثل أفعال هذه الطوائف اليهود والنصارى والأميين. اليهود والنصارى أهل كتاب، فاليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، ثم إن الكتابين نسخا بالقرآن، فالواجب اتباع القرآن. وأما الأميون فهم الذين ليس لهم كتاب، وهم عباد الأوثان وغيرهم والمجوس وغيرهم ممن لا كتاب لهم. فنحن منهيون عن التشبه بالطوائف الثلاث، بل التشبه بأربع طوائف: تشبه باليهود، تشبه بالنصارى، التشبه بالأميين من كفار العرب، التشبه بالأعاجم كما يأتي. نعم.